طيب خلينا نروح لاجتماع النهارده اللي كان ما بين اللجنه الثلاثيه وانديه الدوري الممتاز. كان في عده قرارات الحقيقه النهارده، يمكن الانديه رفضت اللعب من دون الدوليين، النهارده كمان رفضت اللعب اثناء فتره الالعاب العاب اولمبياد طوكيو. قرات مجمل، المفروض انه اجتماع زي دوت جاء ليرضي جميع اطراف المنظومه الرياضيه، الى اي مدى عمل ده؟ لا، ما هو يرضي المنظومه مش كلها مش متضرره من مثل اللعبه الدوليين في الاولمبياد، لان لو نبص اكتر نادي متضرر هيكون النادي الاهلي. انا هتكلم عن النادي الاهلي، ما طبعا في نادي الزمالك وفي انبي وفي الاتحاد وفي انديه، بس اكبر عدد موجود هو في النادي الاهلي. اذا صعب جدا ان هؤلاء اللاعبين، يمكن اتكلمنا فيها زمان على ان مجموعه اللعيبه اللي هم موجودين في الاولمبياد انها تتصفى وما بقاش موجوده عندنا، صعبه انها بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه انك تلعب من غير اللعبه الدوليين في الاولمبياد. اللعبه الدوليين العاديين برضو هيتضرر الاهلي والزمالك، اكثر انديه اللي هي من عندها اكثر انديه اهلي وزمالك، لان مش كل نادي لو عندك لاعب ولا اثنين ماشي، لكن ده عندك بخمس ست لعيبه من كل فرقه وممكن سبعه، وكاس مصر كمان طبعًا. طب مش ممكن يا كابتن يبقى العدد، يعني نربطها بعدد، يعني مثلا لو عندك عدد اكتر من ثلاث لعيبه متواجده مع المنتخب او المنتخب الاولمبي ممكن يكون في تاجيل لمبارياتك، لكن لو عندك اقل تلعب. لان انا شايف هو طبعا مهمه، مش هنمنع طبعا المنتخب الاولمبي لعيبتها تلعب، لكن يعني استقرار المسابقه، وده بتكلم للي جاي للتاريخ اللي جاي، مش من الافضل حتى لو على مستوى المنتخب الاولمبي يكون في عناصر بتلعب الاولمبيات والدوري شغال، ولا حضراتكم شايفين ان الموضوع هيبقى صعب؟ هيخش فيها حاجات تانية مش عايز اذكر، يعني على سبيل المثال ايه، انديه تخلي المدرب ياخد بدل اثنين لعيبه ياخد ثلاثه عشان تنطبق عليه القاعده، عشان في حاجات هتحصل، مش شرط انها تحصل مباشره، لكن لازم تفكر في كل حاجه، هو مش قرار القرار وتشوف. ممكن تنظم يا كابتن بقرار يبقى واضح خلاص من السنين اللي جايه ان شاء الله، الاولمبيات اللي جايه لا الدوري مستمر، حتى لو عندك اربع خمس ست لعيبه في المنتخب الاولمبي لا يروحوا يلعبوا والدوري يستمر، استقرار المسابقه نفسه في مصر، استقرار المسابقه. وانا برضو انا بصرف على بطوله وبصرف على فرقتي، والجماهير طالبه مني نتائج، واللعيبه دي تمثل ليا جزء كبير من النتائج دي، حتى لو بدلاء مش الشرط بيلعبوا اساسيين اربعه خمسه. لا احنا انت بتيجي في كل مباراه، احنا خلينا نتكلم، يعني مش عايز اتكلم في على الانديه كلها، بنتكلم في النادي الاهلي في حدودنا. احنا بنقول النادي الاهلي دلوقتي ممكن وانت بتحط الفرقه بتلاقي سبعه ثمانيه بره لاسباب، كل في اسباب مختلفه مش موجودين معاك، يعني بتجيب ال 18 بالعافيه وثمانيه اهو دخلت لك في 26 28 لعيب، منهم اولمبياد كتير، منهم لعيبه هيلعبوا في الاولمبياد. هي الدوري هيفضل متلخبط كده وهيفضل مضغوط كده وهيفضل في هذا الوضع كده الى ان هم لازم يحصل في سنه لازم يكون لها حل، لان كل مجلس اداره هيبصيها للي جنبه، ده بيرحل للي بعده هيرحل للي بعده، يعني هم عشان يحلوها بالطريقه الامثل قال لك هننتهي في اكتوبر في 30 سبتمبر ويبداوا بعد كده الدوري الجديد. طب لما يبدا الدوري الكبير مش الدوري الثاني، مفيش راحه، يبقى مفيش فتره تلاحم مباريات وعدد برضه، مفيش فتره اعداد برضه، اصابات برضه كده يا جماعه. لا الفراغات زي السنه اللي فاتت يا كابتن فتحي، نعم زي السنه اللي فاتت زي السنه اللي فاتت. وبالتالي احد اسباب انخفاض مستوى لاعبين او فرق عدم وجود فراغات للمدربين انهم يشتغلوا. يعني انا مدرب عارف ان ده غلط بس عايز اصلحه، طب اديني الوقت ان انا اصلحه.